راح نعتمد هذا المنهاج. ويعني هذا موضوع المنهاج فيه أنا شفت تقريبا محاضرات كثيرة يعني كعدد. مثل ما حكي راح نقتصر على الشيء المهم. فمبدئيا طبعا كل محاضرة نحن بنعطيها هي مطلوبة كلها، يعني المحاضرات اللي بنعطيها مطلوبة كلها بكل تفاصيلها. المحاضرات اللي ما بنجي صوبة أو ما بنعطيها فهي ما مطلوبة. ومثل ما أنا راح نركز على الشيء بهمكم كطلاب، مثل ما قلنا طب سنة خامسة يعني عفوا يعني كطلاب طب سنة خامسة وليس كشخص أو هو عم حضر للإقامة بالطب النفسي أو موجود بإقامة الطب النفسي أو إلى آخره. هذا نحاول إن شاء الله يعني نركز على جزء من المحاضرات، أي نحن ما رح نعطي كل المحاضرات. تمام، هاي بالنسبة للمقرر. وراح يكون عنا إن شاء الله جلسة أسبوعية، التوقيت كمان الساعة 7:30 مساء يوم الأحد من كل أسبوع. هاي بالنسبة للأونلاين. وبس أنا هلأ برتب أموري إن شاء الله أني بأقرب وقت ممكن يكون في إنه لقاء فيزيائي. لما يكون في لقاء فيزيائي على يعني الأسبوع اللي بكون فيه مقرر أو أنا ممكن عندي إمكانية أني أجي فيزيائي لجامعة دمارع، فهون ما في يكون لقاء أونلاين. وباقي الأسابيع أو لما ما بكون في جلسة فيزيائية نستمر بجلساتنا بالأونلاين. مين بذكرنا شو حكينا بالمحاضرة السابقة يعني بشكل موضوع سريع طبعا عشان ما ناخذ من وقت المحاضرة الحالية؟ مين بذكرنا شو حكينا بالمحاضرة الماضية؟ طبعا من الزملاء والزميلات اللي كانوا حضراني. إذا بحب حدا يتفضل. هلا أخذنا هلا آسيا، آسيا رفع إيدها وما بعرف في مريم، ما بعرف إذا مريم عبد العزيز. نعم دكتور. طيب تفضلي أخت مريم. بداية حكينا عن يعني تعريف للطب النفسي يعني أو معناه يعني، وتكلمنا عن المغالطات حول الطب النفسي سواء للمريض أو للطبيب، وحكينا إنه عن معتقد الناس يعني أهم شيء إنه الرابط بين إنه الطب النفسي والجانب الروحي يعني هي بشكل عام. طيب تمام. ما بعرف أخت آسيا إذا بدك تضيفي شيء. شكرا مريم. آسيا إذا بدك تضيفي شيء اللي حكيناه بالمحاضرة السابقة. تقريبا كل شيء حكته زميلتنا مريم ذكرنا، وكان في تمام. نعم وكان في بعض أسئلة و جاوبتنا عليها. طيب تمام. مثل ما حكينا أو حكيتوا أني تقريبا هذا الشيء يعني حكينا هي مقدمة أو introduction بالنسبة لمقدمة عن الطب النفسي. كانت مقدمة وحكينا عن المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي والثقافة الناس بالنسبة للأمراض النفسية أو التعامل مع الاضطرابات النفسية وعزو الأمراض النفسية لشيء تاني
ممكن يكون انه جن، تلبس، روح شريرة، عين، حسد، انه ممكن الامراض النفسية. كل شخص بعاني من اضطراب نفسي يطلق عليه اسم مجنون، بقول عن الادوية النفسية هي ادوية بتساوي ادمان، هي عبارة عن مهدئات او مخدرات. انه الطب النفسي يعني الناس كتير أو أشخاص كتير ما بيعترفوا في شيء اسمه أمراض نفسية أو مرض نفسي، وبعزوه لأمور تانية. وأن الأشخاص اللي بقول في معتقد طبعا من المفاهيم الخاطئة أن الأشخاص المؤمنين أو الصالحين أو الملتزمين دينيا أن هذول الأشخاص ما بصيبهم أمراض نفسية، والأمراض النفسية بتصيب بس اللي عنده دينه قليل مثل ما بقوله، أو هو بعيد عن رب العالمين أو إلى آخره. فهي طبعا من أهم، طبعا غير المقدمة، من أهم المفاهيم الخاطئة الموجودة حول الاضطرابات النفسية. فهذا أمر مثل ما أننا ناقشناه بشكل مثل ما أنه جيد، أو حكينا شوي بشكل منيح عنه بالمحاضرة الأولى. هلأ رح نكفي بالنسبة ما يخص المحاضرة الأولى. أعتقد المحاضرة الأولى لازم يكون شاركتكم فيها آسيا، يعني شاركتكم في المحاضرة الأولى شاركتكم فيها. هلأ اللي راح نكفيه، والشي طبعا مهم، أني إيمت بقول هذا الشخص، إيمت بقول الشخص عنده اضطراب نفسي، فهذا أمر مهم. يعني مين هن الأشخاص، أو إيمت بقول هذا الشخص عنده اضطراب نفسي أو عنده disorder. فإيمت يعني بقول الشخص مثلا عنده اكتئاب، إيمت بقول الشخص أو هذا المريض عنده فصام، عنده هوس، عنده بايبولر، عنده اضطراب قلق، عنده اضطراب قلق معمم، عنده وسواس قهري، عنده نوبة أو اضطراب هلع. إيمت بقول هذا الشيء عنده؟ فنحن مو أي شخص، ما هو أي شخص مثلاً بيعاني مثلاً من أعراض، أو مثل ما بقوله بالعامية بقوله أن كل الشعب مثلاً مكتئب. هل هذا الكلام صحيح من الناحية العلمية؟ ولا كل الشخص عنده قلق، كل الأشخاص عندهم مثلاً أرق أو اضطرابات بالنوم؟ هل الكلام هذا صحيح من الناحية العلمية؟ إذا هو مو صحيح، وما كل الناس عندها اكتئاب، وما كل الناس عندها قلق، وما كل الناس عندها هلع، وما كل الناس عندها وسواس قهري، طب إيمت بقول إن هذا الشخص هو مريض نفسي أو بعاني من هالاضطراب النفسي؟ إيمت ممكن أنا أقول هذا الشخص إني فعلا عنده اكتئاب من الناحية العلمية أنا كطبيب؟ وإيمت بقول لا، هذا الشخص لا ما عنده اكتئاب، هذا الشخص عبمر في مرحلة عادية أو طبيعية، خصوصي في ظل تعرفوا نحن الله يعني الله موضة الزلازل، أن الناس كلها بتخاف، الناس كلها ما بتقدر تنام أو عبتنام بتوجس أو بقلق، أو الناس كلها عندها أعراض وضوع جسدية، أني عبتحس بروجة، عبتحس بهزة، أو أي صوت عبتخلي الناس، بعض الناس عبصيروا بالشارع، والناس أغلب الناس صارت بالخيم، كل مين نصب خيمة وبرق جنب بيته. فهل منقول هدول كل الناس صار عندها اضطراب قلق، كل الناس صار عندها هلع؟ أم في شروط معينة لازم تتوفر حتى أشخص أي اضطراب نفسي؟ برأيكم
شو قيمت بقول إني هدول أو الشخص صار عنده مشكلة نفسية أو اضطراب نفسي بغض النظر شو هو الاضطراب كتشخيص. يعني أنا ما بدي تقولوا لي مثلا شو أعراض الاكتئاب، شو أعراض القلق، شو أعراض نوبة الهلع. لا، نحن عم نحكي بشكل عام، قيمت بقول هذا الشخص عنده اضطراب نفسي. كان ياسر فعيدة، بس ما بعرف إذا في حدا بحب يشاركنا غير الموجودين، من الموجودين غير آسيا. ما بعرف معي ريف عيدة كأني منام. يعطيك العافية دكتور. تمام، تفضلي. نحن فينا نقول عن شخص انه مريض بس عفوا تعرفيني بحالك بس بعد اذنك عشان يكون بركي الاسماء تصير عندي شوي اصير اكثر لما اشوفكم في زي اشوف مين عم يشتغل مين كان ما عم يشتغل. تمام، تعرفين حالك؟ سمر حمو. سمر، اهلين سمر. انا فيني اقول عن شخص انه مريض ظهر عليه أعراض وعلامات تتناسب مع مرض نفسي معين، يعني سواء طلع عليه أعراض الاكتئاب أو أي مرض تاني نفسي، فأنا هم صنفه أنه هو مريض يعني نفسي. نعم، مشكورة أخت منى. يعني أنت حكيتي تقريبا حكيتي جزء من الشروط اللي لازم تتوفر له تتوفر في لتشخيص الاضطراب النفسي. ما بعرف آسيا حبي تحكي، تفضلي. هلا ممكن إذا أثر على حياته أو أعماله اليومي وأزمن يعني صار لوقت طويل. طيب، مشكورة أخت آسيا، مشكورة لمداخلتكم. طيب، أنا بقول معناتها خلينا نتفق أني بالنسبة للاضطرابات موضوع النفسي أو المرض موضوع أو الاضطراب النفسي، أول شغلة وشغلة مهمة وبتشوفوها بكرة أنتوا بصير على تماس معها بشكل كبير، أن الأطباء بشكل عام بس زكاتكم اللي ما بحكي أنه يسكر المايك يحط ميوت عشان ما يأثر على الاجتماع. تمام، مثل ما رح تشوفوا ممكن بالممارسة بالممارسة السريرية أني بتشوفوا أني كل شخص الأطباء عموما سواء كان مين ما كان الأطباء النسائية والأطباء الداخلية والأطباء الجراحة ولا القلبية ولا الهضمية ولا الصدرية بيجي لعنده المريض مرة تنتين ثلاثة فرضا بشرح له شكايته بساوي الإجراءات أو الاستقصاءات أو التحاليل الفحص الفيزيائي إذا في استقصاءات مخبرية إذا في استقصاءات شعاعية الأطباء العصبية نفس الأمر. إذا ما لقى شيء قل له أنت مشكلتك نفسية ما لقينا شيء من الناحية العضوية ومشكلتك موضوع يا أخي مشكلتك نفسية وراجع طبيب نفسي. هل غياب الإصابة العضوية كافي لنقول أن هذا الشخص عنده مرض نفسي؟ يعني مثل ما حكينا لكم أن الممارسة السريرية بيجي مثل ما قلنا المريض عند أي طبيب سوى مكان تخصصه بيجي بحبش بساوي له فحص بساوي له تحاليل بساوي له صور بساوي له مرنان بساوي له طبقي محوري بساوي له تنظير هضمي علوي تنظير هضمي سفلي إيكو بطن شو ما الله يسر عليه جماعة القلبية شغلة عندهم كويسة بساوي قسطرة كمان قسطرة بتكلف فيه 500 دولار وبعد 500 دولار بيجي بقول له والله ما شفنا شيء وبعد التخطيط والقسطرة والإيكو قلب والإيكو دوبلر بيجي بقول له والله ما طلع معنا شيء شغلتك نفسية لا ما بيعطي دواء نفسي شو ما الله يسر عليه لا ما بقول له كتير عذبه بقول له روح عند دكتور نفسي أو راجع طبيب نفسي.
هل غياب الإصابة العضوية سؤالنا معناته فعلا هذا الشخص عنده اضطراب نفسي أم هناك إشارات استفهام؟ طبعا هناك إشارات استفهام. نحن بنقول المرض النفسي لا يشخص بغياب الإصابة العضوية، يعني مثل ما المثال حكينا أن غياب الإصابة يعني الدكتور ما شاف عنده شيء، أو راح عند دكتورين ثلاثة وما شافوا عنده شيء من ناحية العضوية، فقالوا له مشكلتك نفسية. هل هذا الكلام مثل ما أنا دقيق أو صحيح ولا لا؟ أكيد لا، لأن الاضطراب النفسي لا يشخص بغياب الإصابة العضوية فقط، لازم نحن بدي أنا أعراض وعلامات. أول شغلي أعراض وعلامات صريحة إيجابية يعني positive تتماشى سريريا مع اضطراب نفسي، فمعناتها أنا حتى أشخص اضطراب نفسي أول شيء بدي أعراض وعلامات، بدي أعراض وعلامات إيجابية وليس غياب الإصابة العضوية فقط. أعراض وعلامات إيجابية تتماشى سريريا مع اضطراب نفسي. طيب هل كافي الأعراض والعلامات؟ نقول لك لا، أكيد مو كافي، لأن الأعراض والعلامات الإيجابية بحاجة أني لازم يحقق مدة، لأن هي الأعراض والعلامات لتشخيص أي اضطراب نفسي بده duration. يعني شو duration؟ بده مدة، بدي مدة كافية لتشخيص هذا المرض. يعني شلون يا دكتور مدة؟ يعني بقول لك مثلا أنا الاكتئاب بده 15 يوم حتى أشخص الاكتئاب، وجود أعراض وعلامات سريرية إيجابية لمدة 15 يوم حتى أقول لسه ما قلت عنده اكتئاب، بس المدة على الأقل 15 يوم حتى أقول طيب هذا المريض معه فصام، بدي 6 أشهر حتى كمدة يكون في عنده أعراض وعلامات إيجابية لمدة 6 أشهر. طيب هوس، حتى يكون عنده نوبة، هاي النوبة هوسية، بدنا على الأقل الأعراض والعلامات مدة 1 أسبوع على الأقل. هل كافيين هدول الشرطين؟ معناته أول شرط هو أعراض وعلامات إيجابية تتوافق مع سريريا مع مرض أو اضطراب سريري، وشغلة تانية لازم يحقق هاي الأعراض والعلامات تكون موجودة لمدة كافية للتشخيص حسب نوعية المرض، وشغلة تالتة وما بصير أبدا بلاهم، هذول الثلاثة يكونوا طبعا مع بعض، ما في اضطراب نفسي أو ما بقدر أشخص أي اضطراب نفسي من دون ما يسمى بالإمباكت. يعني شو إمباكت؟ يعني إله أثر. يعني شو أثر؟ يعني هاي الأعراض والعلامات الإيجابية واللي حققت المدة بدها تساوي ديفيسيت أو خلل. يعني الخلل هل هو بجانب واحد؟ لا، ممكن هاي الأعراض والعلامات دي كلها أثر. هذا الأثر إما يكون على الناحية الاجتماعية أو السوشيال، أو الناحية المهنية الأوكيوبيشن يعني الناحية الوظيفية، أو الناحية الأكاديمية يعني الناحية الأكاديمية اللي الأشخاص أو الطلاب الموجودين اللي عم بدرسوا سواء كان بالجامعة أو بالمدرسة أو إلى آخره. فمعناته أني ما في أي اضطراب نفسي لو حقق، ما بقدر بقول عن أي اضطراب نفسي إلا يحقق 3 شروط: اضطراب أو أي أعراض أو علامات ما حققت هاي 3 شروط ما بقدر بقول عنها اضطراب نفسي أبدا. فالشروط الثلاثة لازم تكون متوفرة
ومحققة حتى أقول إن هذا الشخص عنده اضطراب نفسي، فهذا أمر كتير مهم. فمعناته الكلام اللي بتسمعوه أو الناس اللي بتحكيه إن كل الناس عندها اكتئاب، كل الناس عندها قلق، كل الناس عندها هلع، كل الناس عندها خوف، هذا الكلام أبدا مو صحيح من ناحية. والحكي اللي حكيناه بالأول إني مجرد ما الدكتور الداخلية أو الدكتور الصدرية أو الدكتور العام ما شاف شيء من الناحية العضوية إني قال هذا مريض نفسي أو أنت مريض نفسي وحوله على طبيب نفسي أو أقول له راجع طبيب نفسي أو أعطاه هو دواء نفسي اجتهد لحاله، تمام؟ فهذا كمان الكلام مثل ما قلنا غير صحيح أبدا من الناحية العلمية. بنضرب مثال بالنسبة للاضطراب النفسي، يعني مثلا إيمت بقول الشخص عنده اكتئاب؟ بقول الشخص عنده اكتئاب لما بكون أول شرط، إذا طبقنا هالشروط على شخص يعاني من الاكتئاب حتى أقول عنده اكتئاب لازم يكون عنده أعراض وعلامات تتماشى سريريا مع الاكتئاب. والأعراض والعلامات اللي بنعرفها عن الاكتئاب ممكن كل الأشخاص بيعرفوا شو أعراض الاكتئاب أو علامات الاكتئاب، من مزاج منخفض، من انهي دنيا أو فقد المتعة، اليأس، لوم الذات، نقص تقدير الذات أو السلف استيم، ممكن يجي أفكار معاودة عن الموت أو تمني الموت أو حتى أفكار انتحارية أو خطط انتحارية، اضطراب بالشهية، اضطراب بالنوم. تمام، معناتها هي أو لازم هذا المريض حتى أول عنده اكتئاب لازم يكون عنده مجموعة من هاي الأعراض الإيجابية. المدة، هل هاي الأعراض كافية حتى أقول إن الشخص عنده اكتئاب؟ طب بجوز أنا أشوف كل هاي الأعراض وهاي الأعراض صلى يومين أو ثلاثة أو أسبوع، هل بقدر بقول عنده اكتئاب؟ أقول لك لا، ما بتقدر تقول عنده اكتئاب، لأني بدي هاي الأعراض، هاي الأعراض بدي أقل شيء لازم تكون متوفرة أو موجودة عند المريض بشكل بقوله بشكل every day nearly all day، يعني every day معظم اليوم أو most of day لمدة 15 يوم، لمدة 2 weeks، يعني بده يكون هاي الأعراض اللي حكيناها أو مجموعة هاي الأعراض مدتها على الأقل 15 يوم. هل هذا الكلام يكفي لتشخيص الاكتئاب؟ لا، لسه في شرط ثالث. في شرط ثالث اللي هو الإمباكت. شو الإمباكت؟ هاي الأعراض واللي صار له 15 يوم لازم كمان تساوي له أنه خلل أو تأذي بالوظيفة، أنه إما الاجتماعية السوشيالية أو الأكاديمية. يعني شو يا حكيم؟ يعني هاي الأعراض والعلامات اللي صار له 15 يوم ما بقى تخلي هذا الطالب بالجامعة أن تخليه يدرس، ولا بقى تخليه ينزل يروح جامعته ولا يحضر محاضراته، وصار لا يحضر العملي وحرموه من العملي ورسب موضوع بالفصل الأول مثلا، رسب مواده كلها أو رسبوا مواده كلها، والنتيجة أني رسب بالسنة. فهشايفين هادول الأعراض معناتها اللي حققت الأعراض الإيجابية والمدة ساوت لي خلل أني بسبب هذا الاكتئاب اللي عنده أو هذه الحالة النفسية اللي عنده وصلته أنه هو صار عنده فشل في الحياة الأكاديمية، أو أن شخص
هو موظف وعنده التزام، وظيفة صار لازم يروح كل يوم على وظيفته، ويداوم 8 ساعات، صار ما بقى يروح على الوظيفة، صار يقطش في شغله، صار يروح ساعة وينهزم لأنه ما فيه يكمل، ما يروح. لدرجة قالوا له تعي يا أخي إذا أنت تضل هيك نحن بدنا نفصلك. قال إيه فصلوني، ما في موضوع مشكلة. أو انفصل من شغله أو خسر شغله نتيجة هاي الحالة النفسية. فتمام، هون بقول إن هاي الأعراض والعلامات ساوت أثر، نتيجة حالته النفسية فصلوه من شغله أو عاقبوه أو هددوه موضوع بالفصل. من الناحية ممكن يكون هاي الأعراض تساوي مشكلة من الناحية الاجتماعية، يعني تقولي لي لو الشخص مثلا عم بروح على شغله، إيه طيب يا دكتور أنا رغم كل هاي الأعراض النفسية اللي عندي بس أنا ما فيني أروح على الشغل لأني أنا مجبر أروح على الشغل، لأن إذا ما رحت على الشغل منين بدي أطعمي ولادي؟ طيب بفصلوني من الشغل إذا ما رحت، أنا بعرف. وبعتوا لي موضوع انذار، او انا بعرف المديري صعب ما خرج يتهاون بموضوع الدوام، وانا اذا خسرت وظيفتي منين بدي الاقي وظيفه غيرها؟ منين بدي اكل واشرب؟ فانا مضطر او اجباري عني نتيجه هالاسباب اروح على الشغل. بس انا بروح على الشغل، شو وضعه بروح على الشغل؟ روح الشغل ما بحكي مع زملائه، ما بقول لهم مثلا، لا بياخد وبيعطي بعون، ولا بس بيرك مثل جمدان. بروح على الشغل وبرجع على البيت ما بقى يطلع برا البيت، ما عنده أي نشاط اجتماعي، لا صار عزاء، لا صار فرح، لا جاره دق عليه الباب بطلع بفتح له، أو عزم على كاس الشاي، أو صار فرح لمقابيله أو ابن عمه أو أخته أو أخوه، ما راح. لو هو عبروا على الشغل، لأنه مثل ما أنه هو مضطر، هو بيعرف عواقب إذا ما راح على الشغل شو، هو مضطر يروح، فهو عبروا على الشغل بس شو وضعه من الناحية الاجتماعية؟ هاي الأعراض والعلامات سببت تأذي أو خلل شديد في الناحية الاجتماعية. شي عم نحكيه، يعني تصوروا أني مريضة زمناتها جتني عندها اكتئاب، شخص لها اكتئاب، عرس أخوها ما حضرته، وما حضرته لأن هي في خلاف مع أخوها، ما حضرته بسبب حالتها النفسية. يعني تصور لوين واصلت الدرجة فيها، إني عرس أخوه ما راحت موضوع عليه ولا حضرته، والناس إجت وتعبى بيته الناس وعالم ويسألوا عنه، يقولوا له هي تتهرب أو ما تطلع أو ما، وبالأخير ما حضرت وما حضرت. فهي الخلل، فمعناته 3 شروط مهمة لازم تتحقق، 3 لازم يتحققوا، وما بصير 1 يتحقق و2 ما يتحققوا، أو 2 من 3 ما في. هون الثلاثة لازم يكونوا موجودين حتى أقول إن هذا الشخص عنده اضطراب نفسي، معناته أعراض وعلامات إيجابية تتماشى سريريا طبعا مع الاضطراب اللي راح نشخصه. الشغلة الثانية، لازم هي الأعراض والعلامات موجودة بمدة كافية. الشغلة الثالثة أني تساوي إلى أثر أو إمباكت أو تساوي خلل. فهدول 3 لازم يكونوا موجودين حتى أقول أن هذا الشخص عنده اضطراب، مثل ما أنه عنده اضطراب نفسي. وهي تقريبا يعني أمر مهم أن يضل في بالكم هذا الكلام. يعني نحن نحاول خلال محاضرتنا. تفضلي يا سيادة، عندك شيء؟ عندك شيء تفضلي. تعقيبا على كلامك انه غياب الإصابة العضوية لا يكفي لتشخيص الاضطراب النفسي، مثلا اذا كان عندنا مريض وراح لعند اخصائي قلبي وكان عنده نغزة مثلا بصدره، عمل كل الاستقصاءات وطلعت كلها طبيعية، ليش خطأ انه يشخص المريض نفسه؟
إذا نحن الاستقصاءات كانت كلها طبيعية. أعتقد لازم أكون جاوبتك. أول شغلة اللي لازم تعرفوه أني الشخص اللي براجع طبيب أو حتى أكثر من طبيب بغض النظر وبقولوا له ما فيك شيء من ناحية العضوية، هل هذا الكلام دقيق 100%؟ شو رأيك؟ قالوا له ما فيك شيء من ناحية العضوية، هل عايفين من أمور النفسية؟ هل هذا الكلام دقيق 100%؟ دكتور ممكن تعيد السؤال؟ نحن عم نقول أن الشخص راح عند طبيب أو أكثر من طبيب وقالوا له ما فيك شيء من ناحية العضوية قبل ما نروح على الناحية النفسية، هل هذا الكلام دقيق أولا؟ لا، بالطب ما في عنا شيء مطلق. بالطب ما في شيء مطلق، تمام. غير هيك، غير اني بالطب ما في شيء مطلق، طبعا ما في شيء مطلق، بس غير اني بالطب ما في شيء مطلق. هلا ممكن لاقي امراض انه ما لها علامات سريرية او عفوا علامات مخبري او اي استقصاء مثلا يدل عليها بشكل واضح؟ طيب تمام، كمان في شيء تاني؟ طبعا عشان الوقت راح أجاوب في موضوع الوقت. لما الشخص يعاني من أعراض ومثل ما أنا راجع طبيب أو أكثر من طبيب، هل أن هذا الطبيب أو حتى الأكثر من طبيب هو نفو كل الأمراض اللي ممكن تدخل في الـ differential diagnosis لهي الأعراض الموجودة عند المريض؟ يعني خلينا نحكي بشكل عملي، إذا أجانا شخص راجع للإسعاف الأمبيلانس وأنت أو أنت كنت بالإسعاف راجع بألم بطني، عنده ألم بطني، تمام، شو التشخيص التفريقي للألم البطني؟ أو عنده ترفع حروري، شو التشخيص التفريقي للترفع الحروري؟ أو عنده نزف، عنده بيلدينج، تمام، عنده نزف بالجهاز الهضمي، إما قياء طحل القهوة أو عنده نزف من الناحية الشرجية، تمام. شو التشخيص التفريقي اللي بنحط؟ خلينا ناخد واحد منهم، أن الشخص راجع الإسعاف عنده ألم بطني، تمام، وخلينا نقول ما هو قياد. شو التشخيص التفريقي؟ مثلا ممكن التهاب معدي، ممكن التهاب زائد الوزن أو التهاب مرارة كتير. كمان حدا غير آسيا يشاركنا؟ ما بعرف إذا أنا ممكن أقول اسم إذا كان موجود معنا، ما بعرف إذا نأخذ شوي من الشباب، شباب بين دو خجولين أو هم ما معنا بالأصل بس موجودين على الشاشة، ما بعرف مين بالشباب موجود معنا بحب يشاركنا. الشباب ما يقتصر الأمر على البنات بس، ما بعرف مصطفى داديخي إذا موجود معنا أو محمود أو وسام أو أي حدا حابب يحكي. هلا دكتور، ألم بطني مع ترفع حروري، يعني أول تشخيص بحط أول ما بيخطر ببالنا مثلا التهاب زائد دودي. تمام، ما بدي أنا يخطر في بالنا، تمام أنا معك. نحن إذا ردنا نحط تشخيص تفريقي
شو أذبح التشخيص تفريقي؟ كم تشخيص تفريقي الألم البطني؟ كتير دكتور، هو الألم البطني غير نوعي يعني. طيب قلنا لكم ألم بطني مع أقياء، ألم بطني مع ترفع حروري مثل ما قلت، كم تشخيص تفريقي ممكن أنا أحط؟ طيب رح أساعدكم شوي. إذا قلنا مثل ما قلنا مريض أجاك أو أجاك بألم بطني مع أقياء وعدم ارتياح بطني، ممكن أنا أقول عجب معه التهاب لوزات قيحي مثلا، عنده انتان تنفسي علوي وبترافق مع أعراض هضمية، إذا بلشت بالأشعة بالكمم. طيب إذا في إقياء وفي ترفع حروري وألم بطني اللي يكون عنده التهاب حويضة وكلية. طيب التهاب ألم بطني مع إقياء مع ترفع حروري اللي يكون عنده التهاب بالبنكرياس، التهاب بنكرياس حاد. طيب الألم بطني مع إقياء مع ترفع حروري ليكون عنده معلومات تخريج سحائي، ليكون معه التهاب سحائي ودماغ. طيب مع ألم بطني مع ترفع حروري مع ممكن إقياء، ما في عندي موضوع إسهال، ليكون ارتفاع توتر داخل القحط، ليكون معه التهاب دماغ، ليكون عنده التهاب عقد لمفاوية بطنية. طيب ليكون اني معه التهاب معدي وامعاء حاد ولسه ما صار عندي، فرضا ما صار عندي دياري هي او اسهال، لسه الاصابه لسه ما بين اني ترافق مع اسهال. طيب ليكون عندي انزقاب بالمعده، ليكون عندي التهاب زائد دوديه حاد أو الزايدة الدودية، صار عندنا الزايدة الدودية وهي الزايدة الدودية انفجرت ومشكلة خراج، فكمان صار عندي ترفع حروري بالإضافة لألم البطن والأقياء وضعف في الشهية أو قمع. طيب ليكون أن يكون ممكن يكون عجب في تيومر، ممكن إذا هيك بعدنا شوي أكتر. طيب ليكون عنده حمى تيفية، طيب ليكون عنده حمى مالطية البروسيلا. طيب ليكون عنده ذات رئة قاعدية، شو رأيكم؟ ألم بطني مع إقياء مع ترفع حروري ليكون عندي ذات رئة قاعدية. طيب ليكون عندي احتشاء قلبي سفلي، ممكن يسوي لي هيك مشاكل أو هيك أعراض. طيب ليكون عندي خراجة في على مستوى في البطن، أو في عندي خراجة على مستوى موضوع الكبد. شايفين كم شغلة نحن عم نقول كتشخيص تفريقي؟ هل يمكن أني مثل ما قلنا معناته إن الطبيب قبل ما أروح الناحية النفسية وأقول هاي شكاته نفسية، الجيين بأعراض، هل ممكن للطبيب أو الطبيبين أو ثلاثة هن استقصوا كل التشخيص التفريقية أو التشخيص العضوية اللي ممكن أن تتماشى مع هاي الأعراض؟ أكيد لا، يعني أحياناً نحن منفكر، نحن سواء كان أطباء سريريين أو أسنان الممارسة السريرية، إن نحن منفكر بالأشعة بالكمم، بالأشعة فالأشعة. ممكن أنا يخطر في بالي كطبيب، حتى أنا موضوع كطبيب نفسي، يعني كطبيب اختصاصي بالأمراض النفسية، يعني أنا بقدر بحط أكثر من 3 تشخيص تفريقية أو 4، بفكر بأكثر من 4 تشخيص تفريقية وبقدر للشعب فيه ليش كله، أو بقدر بحط إن في شغلات يا أخي غير شائعة أو هي شغلات نادرة ممكن تكون
أنا بفكر في الأشياء، بفكر في شغلي، الشغلات الأشياء اللي كلياتنا ممكن نفكر فيها. بس أنا بقدر بنفي كل شيء؟ أكيد لا. تمام؟ أكيد لا. فهل إني هذا الشخص اللي جيت أنت بحبشت ودورت كطبيب ونفيت لي شيء مرضين ثلاثة، تيجي تقول وما شفت شيء، حطيت في راسك مثل ما أنا ثلاث تشخيص تفريقية وجيت نفيتهم وما طلع عندك شيء، معناته يا أخي والله أنت مشكلتك ما عندي، مشكلتك نفسية، رو راجع طبيب نفسية مثل ما أنا. فكلامه، هل كلامه هذا صحيح؟ أن من ناحية الأكاديمية ومن ناحية العلمية أكيد هذا كلامه مو صحيح، لأني وجد أن 10% من الأشخاص اللي يتم تفسير شكايتهم أو إحانتهم لطبيب نفسي أن هن عندهم مشكلة عضوية، بس هاي المشكلة العضوية هذا الطبيب أو حتى الأكثر من طبيب اللي راه عندهم هذا المريض ما حصلوا، أو ممكن يكون عنده شيء نادر، أو أن المرض اللي بعاني منه هذا المريض المرض العضوي لسه ما اكتملت صورته السريرية، أو لسه بده وقت لحتى تكتمل صورته السريرية. تمام؟ فلذلك أن المرض النفسي لا يشخص بغياب الإصابة العضوية، بمجرد أنا الدكتور قال لي ما عندك شيء من الناحية العضوية، أو قال له لأهل المريضة أو المرأة أني والله بنتكم عم تمثل، أو هي عم تمثل ما فيها شيء، هي فحصناها فحص جسدي ولا ما طلع معها شيء، ورأسا عطاهم النتيجة ومن الأخير هي عم تمثل وعم تلوعكم وهي ما فيها شيء، خذوها ضربوها كفين وخذوها على البيت بتصحى، أو عم تتدلل عليكم، أو عم تشوف قيمتها عندكم. هذا الحكي اللي بتشوفوه الأطباء اللي شوي هيك يعني بس حالهم مخضرمين، بيجي بفحص 5 دقائق أو ربع ساعة، بياخد له ضغطة، بياخد له نبضة، بصغي الصدر، بساوي جس بطني، بفحص إذا كان طبعا عنده معلومات منيحة، يفحص فحص عصبي، بقول له والله ما طلع معي شيء، بقول له لا أهله ما طلع معي شيء، والله أنا فحصه كله طبيعي وما لي شايف معي شيء، وشيلوا بنتكم وخدوها هي عم تدلل عليكم، أو هي عم تمثل، أو هي عم تدعي المرض، وروحوا إذا تكررت روحوا راجعوا طبيب نفسي. هل هذا الكلام صحيح؟ ولا هذا واحد مثل ما قلنا عم لزق تلزيق؟ هذا الكلام غير صحيح. فلذلك نحن منأكد، أنا مو كل شخص بيجي حتى الموضوع لعندي وبيجي بيقول لي أني أنا رحت على الدكتور فلان وفلان 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 وساويت تخطيط وساويت تحليل وساويت تنظير وساويت إيكو وساويت وساويت وما طلع معي شيء، وقالوا لي مشكلتك نفسية وروح عند دكتور نفسي، وقال له تمام أنا هذا الكلام مهم والشيء اللي سويته مهم، بس أنا شلون بدي أقول طيب مشكلتك نفسية، طيب إيش ده أشخص له أنا؟ إيش ده أشخص له مرضه النفسي؟ شو مرضه؟ بدي يعطيني، بدي أشوف شيء إيجابي أنا بالنسبة إلي، ما بكفي إني هو بس لأني قال له فلان وفلان وفلان دكتور فلان ودكتور فلان ما فيك شيء من الناحية العضوية وبعته لعندي أنا تمام حكيهم مزبوط 100% وفعلا مرضك نفسي وأنا مشكلتك عندي وأنا بدي أحلل لك إياها. طيب تمام، بيجي مين ما كان موجود معي بيجي بسألني يا دكتور بالأخير شو مرضي؟ إيش بدي أقول له؟ بدي أقول له مثلا معك اكتئاب، ليش معي اكتئاب؟ لأني أنت عندك أعراض إيجابية بتتماشى مع الاكتئاب، لأني أنت هاي الأعراض صار لها 15 يوم أو صار لك شهر أو شهرين أو 6 شهور معك هاي الأعراض، لأني هاي الأعراض سوت لك خلل مثل ما بتقول، ما بقت تروح الجامعة، ما بقت
تحضر مناسبات، ما بقت فصلوك من شغلك، طلق جوزها لأن هي ما بقت تشتغل في البيت وأهملت حالة وأهملت الأولاد، نتيجة حالتها النفسية راح طلق جوزها أو تجوز فوقها أو إلى آخره. تمام هيك. أنت عيني، أنا لما بقول عندك اكتئاب معناته أنا شو بنيت؟ ما بنيت على حكي الدكتور فلان وفلان وفلان اللي قالوا ما في شيء من ناحية رياضية، بنيت لأني في عندي أعراض إيجابية مدة كافية خلل، حتى قلت هاي عندك اكتئاب أو هاي الشخص عنده اكتئاب، تحققت الكراتيريا، تحققت المعايير لحتى رحت قلت عنده اكتئاب، مو أي شخص بس مجرد أني مثل ما أنا محول لأني فلان وفلان ما لقوا شيء من ناحية العضوية معناتها أنا رحت قلت عنده اضطراب نفسي. ومثل ما أنا إذا رجعنا شوي خطوة لورا عند المرض العضوي ممكن يكون في أمراض عضوية أنت هي بدها وقت لحتى تظهر وتكتمل الصورة السريرية أو الكلينيكال بيكتشر لأله، أو أني يا أخي في شغلات أنت نفيت الشائع الكومن، في شغلات ممكن تكون موجودة بس أنت ما نفيتها أو أنا بالأصل أو ما بقدر بنفي 100% كل شيء من ناحية العضوية، مثل ما أن في 10% من الأشخاص أو المرض اللي تم حالتهم أو طبيب نفسي أو لشيء أو الاعتقاد أن هاي المشاكل النفسية طلع أن عندهم مرض عضوي بس مثل ما أن بسبب أني بده وقت أو ممكن يكون شغلات شوي نادرة أو أني ما في عندي إمكانية. أنا والله أن في كل التشخيص التفريقية اللي تتماشى مع شكاية المريض، فهذا الأمر مهم جدا. شايفين هلأ أخذنا وقت منيح على هاي النقطة، بس هاي النقطة بتفهمكم كتير أنتم كطلاب طب. يعني أنا إيمت بقول الشخص عنده اضطراب نفسي، فهاي المعايير لازم الثلاثة ينوجدوا ولا يكفي فقط غياب الإصابة العضوية حتى أن الشخص عنده مثل ما حكينا عنده اضطراب نفسي. الله منقول شايفين أنا دائما عم بقول اضطراب أو disorder، ما قلت مرض، ما قلت illness، ما قلت disease، دائما عم بقول disorder. برأيكم ليش الاضطرابات النفسية نحن منقول عندنا اضطراب وليس مرض؟ يعني الله مثلا شخص معه تصلب حدبي مرض، عنده التهاب سحائب الدماغ مرض، عنده حمى رسوية مرض، عنده حمى أو داء البروسيلا مرض، عنده نقص صفيحات مرض، عنده سرطان دم أو بيضات دم مرض. طيب ليش بقول اضطراب ما بقول مرض؟ يعني ما بقول مرض الفصام، مرض الاكتئاب، مرض ثنائي القطب، عم بقول عنه disorder. برأيكم ليش؟ تخبرا يعني، ما شرط كل إجابة هي صحيحة عشان ما أحكي لحالي، دائما أنا بس عم أحكي لحالي. حد عنده حب يشاركنا؟ عنده جواب أي شيء؟ لو ما يعني طبعا جواب مو صحيح أو مو دقيق، ما شرط دائما واحد يحكي صح، أني كلاتنا نتعلم، ما في حدا ليس من أمتي إلا عالم أو متعلم، كلاتنا عم نتعلم. أنا شايف حدا ممكن يشاركنا ليش بقول عن الاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية بقول عنها اضطراب وليس مرض؟ هاي اللي بتخلي الأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية بتختلف عن الشيء العضوي. ممكن لأنه ما دائماً عندي آلية إمراضية معينة للمرض، يعني ما دائماً مثلاً مشكلة بالنواقل أو فما عندي آلية دائماً موجودة بالجسم إنه هي بتفسر لي المرض، فلذلك أنا ما رح أسميه مرض. نعم. طيب هذا جزء من الجواب. مين عم بحكي معنا؟ مين عم شاركنا؟ مين كان؟ كان معنا منى، بيك شيء؟
مريم بقول. مريم إيه تمام. طيب الأمراض هلا أنا أجاني شخص أو مراجع قالوا لي أنتوا جماعة النفسية وين مشكلتكم؟ يعني إذا جينا أنه وين الخلل اللي بصير في الاضطرابات النفسية؟ إذا أن الخلل بيصير نقول بالجهاز العصبي أكيد، يعني نحن عم نحكي عن الجملة العصبية المركزية، أكيد الخلل بالأمراض العصبية أكيد ما بصير بالعضلات، أكيد ما بصير بالعظام، أكيد ما بصير بنقي العظام. يعني بقول لك سرطانات الدم مثلا، بقول لك المعمل انضرب، أبي ضاد دم، المشكلة بنقي العظام بالمصنع، المصنع صار يطالع كريات دم بشكل غير مضبوط أو غير مسيطر عليه، وصارت هاي على حساب طبعا السلالات الثانية، السلالة الحمراء أو سلالة الصفيحات. طيب أمراض جهاز الحركي مبين وين المشكلة أو المرض، أمراض العظمية مبين بالجهاز أو بالهيكل العظمي أو العمود الفقري. طب أنتوا جماعة النفسية وين مشكلتكم؟ نقول بالجهاز العصبي، بالجملة العصبية المركزية. طيب إذا مشكلتكم بالجملة العصبية المركزية واضطراب مثلا بالعصبية المركزية، إذا أن أنتوا مشكلتكم هون حسب الجهاز، معناتها أمراض جهاز عصبي. أنتوا إيش فرقكم عن الجهاز العصبي أو الداخلية العصبية أو الجراحة العصبية؟ وهذا الخلط اللي بصير أحيانا حتى مع الناس غير موضوع الوصمة ومراجعة الطبيب النفسي وما يخلفه موضوع من سمع سيئة، أو أني والله فلان راجع طبيب نفسي معناته جن مثل ما حكينا، أو الدكتور فلان اختصاصي بالأمراض النفسية معناته من كل اللي بروح براجعه أو بحكوا معه أو بسلموا عليه هذول كلهم مجانين. لا مجانين لعب جنه. طيب معناته إذا مشكلتكم أنتوا بالجهاز العصبي، ليش ما أن أمراض الجهاز العصبي؟ لو مشكلتنا بالجهاز العصبي مظبوط، لأن هي الجملة العصبية المركزية هي المسؤولة، أو أمراض النفسية والعقلية بصير عندنا موضوع مشكلة طبعا بالجهاز العصبي، بس نحن ما لنا أمراض عصبية، ما لنا ديسك، وما لنا اعتلال الأعصاب المحيطية، وما لنا تصلب حدبي، ولا لنا احتشاء دماغي ولا ورم دماغي. طيب معناتها هاي الأمراض العصبية لو أني حسب الجهاز، معناتها هاي ما بقدر بعزي أني حسب الجهاز. طيب حسب العامل المسبب، عامل مسبب إلى حد الآن، أو أني في عنا الأسباب الأمراض النفسية والعقلية لحد الآن ما محدد السبب، لا يوجد سبب محدد للأمراض العصبية، للأمراض عفوا النفسية. يعني أني بقول، وهذا السؤال بتنسألوه كتير أو بنسأل نحن عليه كتير، يا دكتور ابني طبيعي أو بنتي طبيعية ومسجلة ما شاء الله عليها طب سنة رابعة ولا خامسة، ووصلت للسنة الثالثة وبعدين صار مع هذا المرض، ليش صار مع هذا المرض؟ ليه صار مع فصام؟ ليه صار مع اكتئاب؟ ليه يا دكتور شو سبب المرض؟ طيب ايش ده قال له؟ ده قال له في عندي سبب واحد للأمراض النفسية؟ ما في سبب واحد للأمراض النفسية، مهما كان المرض النفسي شو تشخيصه، قال لك الأمراض النفسية هي متعددة الأسباب ومتعددة العوامل، أو بقول لك الأسباب الأمراض النفسية النظرية الأهم بأسباب الأمراض النفسية بقول لك هي بيو سايكو سوشال. شو بيو سايكو سوشال؟ يعني العوامل الجينيتيك تلعب دور، هي العوامل الوراثية
الاضطراب النواقل العصبية، وطبعاً هي أحدث نظرية بالنسبة لأسباب الأمراض النفسية، ويكون في اضطراب النواقل العصبية. وأقول لك كافي هدول لظهور الأمراض النفسي؟ لا أكيد ما هو كافي. في العوامل الاجتماعية، العوامل الانفايرومنتال فاكتور، العوامل المحيطة بالشخص، العوامل الاجتماعية، الشدات أو ستريس اللي بتعرض إلى الشخص تلعب دور في العامل النفسي. بقول بعد ما رسب بالبكالوريا أو ما سجر جاب مجموع ما بسجله ما بأهبه كل العالم أو كل الناس وأبو وأمه حفيطحين الدنيا أني ابني طب وابني طب، قام راح نجح شحط، قام صارت الناس تحكي عليه وحيش السامعين ترزع عليه، تمام. فهي الشدة بعد هيك صار مريض نفسي. هل هي بس هي الشدة سابته مريض نفسي؟ معناتها كمان الشدات إلى دور، والعوامل الوراثية إلى دور أو الجينيتك، والعوامل البيئية والعوامل الاجتماعية، الحرمان النفسي، الحرمان المادي، التحرش أو الاعتداء الجنسي، الخبرات الراضة اللي بتعرض لها الشخص في الطفولة أو في المراهقة. هل هذا كافي؟ لا ما هو كافي لسا. نمط الشخصية بلعب دور، وهذا الشخص شو طبيعته، شلون بتصرف، شلون بتأقلم مع الشداد، شلون بقدر بتعامل معه، شلون بقدر بتجاوزه، شو نمط شخصيته. هل هو شخصيته ضعيفة ما بتحمل، شخصيته ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده قوة الأنا عنده ضعيفة، شخص حساس زيادة، شخص انطوائي، شخص انعزالي، شخص وسواسي، كل شغلة بوسوس عليها، كل شغلة تكون بمحلها، بعيد الشغلة أكثر من مرة، كل شيء يكون على المسطرة. طيب نمط الشخصية كمان بلعب دور. طب هل التغيرات كمان الهرمونية اللي ممكن يا أخي اللي ترافق مثلا خصوصي عند الفيميل الحمل والولادة والعادة الشهرية أو الدورة الطمسية أني تلعب دور في الاضطرابات النفسية؟ تمام، ممكن لأنه نشوف نحن فعلا تغيرات مزاجية أو حتى تغيرات ذهانية أو اضطرابات ذهانية، أقول لك هي سب تايب أو أنماط فرعية للاكتئاب. أقول لك اكتئاب ما بعد الولادة أو زهان ما بعد الولادة أو اضطرابات مزاجية مرافقة للعادة الشهرية. طيب منين جابوا هذا الكلام؟ أنا تفهم تغيرات موضوع كمان هرموني ممكن تكون تلعب السبب. طيب ممكن يكون الأسباب قصور بالغدة الدرقية؟ ممكن قصور الغدة الدرقية ممكن ترافق مع أعراض مزاجية. ممكن يكون فرط نشاط الدرق؟ تمام. معناتها هذا السؤال إني شو أسباب المرض النفسي؟ أو ليش ابني صار معه مرض نفسي؟ أو ليش بنتي صارت هيك؟ أو ليش هذا الولد طلع هيك؟ ما في سبب، ما بقدر بقول في سبب واحد ووحيد للأمراض النفسية. فمعناته إذا جينا بنرجع لنقطتنا، إذا جينا على الجهاز إما وزيطة الأمراض العقلية والنفسية، الخلل كجهاز بالجهاز العصبي أكيد. طب ليش؟ بأن معناته إذا حسب الجهاز لازم نقول أن الأمراض النفسية هي الشيون دفر عن أمراض الجهاز العصبي أو الداخلية العصبية، اختصاص الداخلية العصبية أو الجراحة العصبية، ما فيني أفرق. طيب إذا أقول حسب العامل، ما في عامل مسبب واضح للأمراض النفسية حكينا. هل هو لأن هي اجتماع عدة عوامل المرض النفسي، ما في عامل واحد بس هو المسؤول
عن ظهور الأمراض النفسية أو ظهور المرض النفسي. تمام؟ فإذا جينا كمان للعامل المسبب ما هو سيبطه. يعني العامل المسبب مثل ما حكينا، مثل ما قلنا لكم إني مثلا داء البروسيلا، هو في عامل مسبب، هو جرثومة البروسيلا هي اللي بتسبب هاي الأعراض، فكمان ما زبطه. فلذلك ما بقدر بقول معناتها عن المرض النفسي إنه هو مرض، لأنه مثل ما أنا ما بطوى عليه صفات مرض، لا حسب الجهاز ولا حسب العامل المسبب. طب شو بدي أقول عنه يا دكتور؟ بقول عنه اضطراب. اضطراب معناته أني مثل ما قلنا لأني ما في شيء بطوى عليه، وبعدين هو اجتماع عدة معايير أو كراتيريا لازم تجتمع، ممكن هاي المعايير كل واحد من محل. يعني مثلا نقول لكم اضطرابات الانكزايتي أو القلق. طيب شو أعراض القلق؟ أعراض القلق، القلق يصيب كل أجهزة الجسم. القلق يصيب كل أجهزة الجسم. يعني شو إن كل أجهزة الجسم؟ يعني القلق اللي عنده اضطراب قلق مثلا ايش بالظاهر سريريا؟ بتصيب الجهاز القلبي الدوراني، بصير الشخص معه تسرع قلب. شوفوا اللي عندهم قلق قال لك اني قلبي عبد زيادة، او بصير عنده خفقان، او بصير عندهم ألم بالناحية القلبية، بصير عنده كمان، بس هدول مريض القلق بصير عنده بس هالمشكلة. طبعا مستوى الجهاز التنفسي بقول لك داء نفسي، ما بقدر باخذ نفس، ما بقدر بلقط نفس، حيث الشيء كيبس على صدري. طيب كمان بس هيك لا، ممكن بصير عنده الحاح بول، جهاز البولي التناسلي، وبتعرفوا انتو خصوصي قلق الامتحان او قلق المقابلات او انجاز الهام، ممكن يصير عنده الحاح بول، تشنج بالمثانة، ممكن يصير عنده إسهال، جهاز الهضمي، ممكن يصير عنده اللي عنده اضطرابات قلق يصير عنده ضعف من الناحية الجنسية. من بقول لك من أسباب الضعف الجنسي هو اضطرابات القلق، من أسباب الضعف الجنسي اضطرابات القلق. طيب آلام ممكن يصير على مستوى الجهاز الهيكلي، ممكن يصير آلام عضلية هيكلية، أقول لك إيدي مشنجة، إجري مشنجة، مثل كأني موتب. على مستوى الجهاز العصبي أقول لك أبحس حالي راسي صداع وعبدوخ، وأبحس بروجي، أو أبحس الدنيا عم تفتل فيني. فكله من أعراض القلق. نعم القلق معناته تصيب كل الأجهزة، وين ده حطه؟ معقول أقول عنده هذا مرض كل الأجهزة؟ لذلك الأمراض النفسية أو ما بنقول عنها أمراض، ما بنقول عندي مرض الاكتئاب ومرض الفصام، وأقول اضطراب disorder. وهي شغلة لازم نطل في بالكم، وهي الشغلة مثل ما قلنا بتميز الاضطرابات النفسية عن بقية الأمراض العضوية. طيب هلا بنجي لشغله ثالثه ومهمه، مين المرجعيه تبع الاضطرابات النفسيه؟ شو هو يعني الدستور، زمان غير كلمه اللي الريفرنس، يعني مين هو المرجع تبع الطب النفسي او الامراض النفسيه والعقليه؟ كتصنيفيا واحصائيا في عندنا مرجعين أساسيات بالنسبة للطب النفسي. المرجع أو ما يسمى بالDSM، الDSM هو اختصار ل Diagnosis Manual Mental Health Disorder، أو هو طبعا المرجع، هو طبعا هو المرجع الأهم. وهذا المرجع DSM هو أميركي،
وفي صار منه حاليا آخر نسخة الموجودة هي النسخة الخامسة أو DSM 5، فمعناتها في 4 نسخ قبله، يعني من وقت ما تم اعتماد هذا التصنيف أو المرجع. طبعا هو دليل اسمه دليل تشخيصي وإحصائي، دليل تشخيصي وإحصائي للأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية. أن أميركي هذا كل 20 سنة بعدلوا فيه أو طالعوا إصدار جديد منه تقريبا. مثل ما أن DSM 5 هذا آخر إصدار منه هو الإصدار الخامس، كان بال 2013 DSM 5. الإصدار اللي قبله معناته كان بال 1993. تمام، هو أميركي، هو المعتمد، هو اللي تقريبا بالنسبة للطب النفسي هو الأساس أو المرجع الأساس. في عنا المرجع الثاني، المرجع التشخيصي والأحصائي كمان، هو الـ ICD أو ICD. الـ ICD هو الـ International Classification Classification of Mental Health and Behavior Disorder، أو ما يسمى، اللي هو طبعاً معتمد هذا الثاني الـ ICD، فيه 11، آخر إصدار منه هو الـ 11، 11 نسخة من الـ ICD، هو يعني معتمد من قبل الـ WHO أو ما يسمى World Organization Health أو منظمة الصحة العالمية، أو ما يسمى بالتصنيف الأوروبي أو UK United Kingdom British، يعني بريطاني بشكل أساسي، أو ما يسمى أوروبي ومعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية. والإصدار أنه آخر إصدار منه هو الـ ICD 11. بالنسبة لهذا الإصدار، ولا يتم مثل ما قلنا بشكل أساسي الاعتماد كمرجع بالنسبة للطب النفسي هو المرجع DSM أو ما يسمى المرجع الأمريكي أو الطبعة الأمريكية اللي معتمدة هي بشكل أكبر بالكتب والمراجع والأبحاث فيما يخص الطب النفسي. هذول المرجعين بس تعرفون للإسم وكل واحد إيمت آخر إصدار منه وأين سنة، عشان تعرفوا أني يعني مثل ما أن هذا تصنيف الأمراض النفسية أو شو مرجع الأمراض النفسية بالنسبة للتصنيف أو الكلاسيفيكيشن اللي هو واحد من هذول الاثنين. تمام، وطبعا بحب أنوه أو أنبهكم على شغلي، أني بالنسبة للعناوين أو المصطلحات أو العناوين الكبيرة اللي نحن عم نحكيها، هي لازم يكون مو بس تحفظوها بالعربي، لازم تحفظوا المصطلح بالإنجليزي. يعني شو نحفظ المصطلح بالإنجليزي، شو دي فيدني هذا، أو شلون ممكن يجيني بالامتحان. يعني ممكن أني إذا طبعا نحن ما تناولنا جزء من الأسئلة باللغة الإنجليزية، أن كل السؤال وجوابه أو الاحتمالات إذا كان في السؤال ومع جوابه باللغة الإنجليزية، فرضا إذا لم يتم هذا الأمر، أو ممكن يجي جزء من الأسئلة باللغة الإنجليزية بهي الصيغة، سؤال وجوابه أو الخيارات اللي ممكن تختاروها أو تكون باللغة الإنجليزية. طبعا مثل ما حكينا هو مو فحص لغة، أني بس أنا ممكن يجي المصطلحات هي تجي باللغة الإنجليزية، فإذا أنت ما بتعرفها بالإنجليزي أكيد ما رح تعرف تجاوب. يعني ممكن نقول إذا ديجي سؤال بالإنجليزي نقول calcification of مثلا anxiety disorder، كل ما يلي مثلا ما عدا، إذا كان مثل ما قلنا السؤال متعدد الخيارات، ممكن نقول إن كل ما يلي ما عدا مثلا حطينا بالخيارات مثلا GID، يعني شو هي GID؟
إذا أنت ما بتعرف شو هي الجي أي دي والاختصار شو معناته شو يقابله ناري تعرف الجواب على السؤال أكيد. يعني الجي أي دي هو Generalized Anxiety Disorder أو اضطراب القلق المعمم. مثلا كتبت لك الخيار الثاني OCD. OCD 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 شو هي الـ OCD؟ إذا ما بتعرفها ما راح تعرف الترجمة. هي الأوب مثلا لازم تعرف ان الاو سي دي هو اختصار للأوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر او ما يسمى بالوسواس القهري. تمام. حطينا موضوع شيء ثاني قلنا مثلا بانيك اتاك. شو بانيك اتاك او بي دي؟ شو بانيك اتاك؟ يعني اضطراب هلع او هجمه هلع. تمام. فهذا المقصود او المطلوب ان تركزوا على المصطلحات الإنجليزية العناوين يعني بشكل أساسي الأمراض بشكل أساسي. ومثلا إذا أنا مثل ما أنا DSM شو DSM عشان تعرف أني هذا لما نكتب هذا الاختصار تعرف شو هذا الاختصار. هذا البمكن أو ركزوا أني ما تحفظوا الأمر بس بالعربي أو أني أخي اللغة الإنجليزية أو المصطلح هذا أو شو اسم المرض هذا بالإنجليزي ما بهمني. لا بهمك لأني رح يجي هيك شيء. تمام. أو ممكن أقول عرف ما يلي أو عرف ما يلي وأكتب لك المصطلح بالإنجليزي. إذا كتبت المصطلح بالإنجليزي شو هذا أنت بتعرف تعرف الوسواس القهري إذا كتبت لك إياه بالعربي. بس إذا كتبت لك OCD إذا كتبت لك OCD وأنت ما بتعرف شو هاي OCD شو هذا الاختصار لإيش أكيد ما رح تعرف تجاوب. فمن هلا يكون دراستكم بالنسبة لهاي الأمور تركزوا عليها لأني رح يكون في هيك شيء أن اختصارات رح تكون بالإنجليزي وممكن يكون في جزء من الأسئلة ممكن يكون كله باللغة الإنجليزية. يعني باللغة الإنجليزية مثل ما حكينا ما هو فحص لغة هو بشكل أساسي أني المصطلحات أو أسماء الأمراض والمصطلحات باللغة الإنجليزية. تمام. أي سؤال لحد الآن؟ أي سؤال على الشيء؟ أي سؤال أو تعليق أو مداخلة على الشيء اللي حكيناه؟ دكتور ممكن يجي مثلاً تعريف العربي والمصطلحات تكون هي الخيارات أفضل ما يكون السؤال كله بالإنجليزي. يعني شوفوا بدك توقعوا كل شيء يعني بالأخير ما هو نص السؤال بالعربي والخيارات بالإنجليزي. ممكن يكون نص السؤال والخيارات بالإنجليزي. ممكن يكون عرف ما يلي والتعريف يعني هو اختصار لأسماء الأمراض بالإنجليزي. يعني مثل ما نعرف ما يلي أكتب لك مثلاً OCD. شو OCD هاد؟ أكتب لك بس حتى مو أني نكتب كلمة يعني مكتب الاختصار تبعه يعني اختصار OCD هيك OCD شو هذا OCD؟ يعني ما بكتب لك حتى Obsessive Compulsive Disorder لا OCD هيك هذا الاختصار أو GAD شو هذا GAD؟ إذا أنت مالك عرفاني أو ما ممكن واحد أن هذا الاختصار لا شو الاضطراب المرضي أكيد ما يعرف يجاوب. يعني حتى لو أما نص السؤال بالإنجليزي والخيارات بالإنجليزي أو نص بالعربي بس المصطلحات إنجليزية يعني عرف ما يلي أو اكتب ما تعرفه عن واكتب لك مثلا الاختصار المرض كاختصار وليس كحتى موضوع يعني جملة كاملة. هذا الشيء لازم تتوقعوه كون دراستكم من البداية على هذا الأساس خصوصي مثل ما حكينا العناوين المهمة والعريضة خصوصي أسماء الأمراض. يعني اسم المرض أنا ما بقبل مثلا واحد يقول لي أو نقول شو هذا البايبولار أو بايبولار 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 شو هذا يعني بايبولار بالرولو بايبولار شو هو
بالعربي. طب إذا واحد قال لك depression أو واحد ذكر طبيب أن هذا المريض ممكن يكون معه depression، شو هذا الدكتور إيش عم بحكي؟ شو هذا depression؟ طب ليكون أن واحد قال أني ممكن يكون هاي الأعراض تمشي مع مينيا، إيش لا أرجع شو هاي المينيا باللغة الإنجليزية؟ هذا الكلام يعني مو مقبول أبدا. يعني ما بحكي أنا اسم مرض باللغة الإنجليزية وما حدا ما تعرفي شو ترجمته على العربي أو شو هذا إيش عم بحكي، مصيبة. خصوصي مثل ما أن العناوين المهمة أو الأسماء الأمراض أو الاضطرابات، فهذا شيء مثل ما أن شيء مهم. تمام. إذا في سؤال تاني أو مداخلة أو تعليق، إذا ما في شيء أعتقد نحن يعني بلشنا 7:30، يعني تقريبا راح يصلنا ساعة وربع تقريبا. ما بعرف إذا فينا نكفي بالشيء. إذا بدنا نحكي المحاضرات كلها، يعني نحن نشوف، وأنا المحاضرة هي موجودة بين إيديكم، تمام، فيكم ترجعوا لها بالتفصيل. مثل ما أنا اللي مو شرط أحكي، مثل ما أنا كل شيء الموجود بالمحاضرة أني نحكى، بس الشيء اللي عم نحكى بريد أنا بقوله مثل ما أنا مثل ما اتفقنا أن كل شيء موجود بالمحاضرات اللي راح نقرره، هي اللي كل شيء منقرره أو نعطيه هو المطلوب. مطلوب يعني كل المحاضرة مطلوبة، ممكن يجي منا لا على التعيين، بس هو يعني المهم. أنا يعني أنا مثل ما قلنا ما المحاضرات موجودة بين إيديكم، ماذا أبرك أنتوا تتبعوا لي أو نتبع لبعضنا. والله الدكتور ما حكاها، أي يلا ما حكاها معناتها بنكبها، ما في مال داعي. هاي موجودة بالمحاضرة وما قربنا عليها، وأجا منا سؤال بالامتحان. يعني قلت لكم أنا بعطي مادة الطب النفسي في جامعة إدلب، فمثلا نحن قررنا محاضرة، قررنا هاي المحاضرة أعطيناها وركزنا، مثل ما أننا نحن أنا أثناء الإعطاء ما بحكي المحاضرة كلها، والله مثل ما أنه واحد عم تبع للتاني. والله هي الدكتور ما حكى، هي الدكتور ما اجى صوبه طاول، راحوا الشباب ما درسوها، هم اجى سؤال منا وسؤال فرنسي. والله يا دكتور كتبي لي الشباب اثناء تصحيح الدفاتر، كتبي لي اني والله يا دكتور انت هي ما حكيت بالمحاضره. طب يا حبيبي انا قلت لكم من البدايه كل شيء عنوان محاضره كل شيء فيها مقرر، يعني سواء حكينا ولا ما حكينا، نحن أثناء المحاضرة أو أثناء الإعطاء منركز على الشيء، أنا بركز على الشيء لازم يضل معكم، منركز على الشيء المهم بهاي المحاضرة واللي مثل ما قلنا بهمني أنا يضل معك لقدام. بس الفحص يعني مثل ما بقولوا المصاروي حاجة تانية، فكل شيء موجود بالمحاضرات اللي راح نقرره كله ممكن يجي منه، والشيء اللي نحن منركز عليه له أولوية أكتر أو أهمية أكتر، سواء كان من الناحية السريرية الإكسبيريونس أو كلينيكال براكتس، أو له أهمية وأولوية حتى ممكن على مستوى الفحص، تمام. بس هذا مثل ما قلنا لا يعني أني بس نحن ندرس اللي بنحكى، يعني هاي شان كمان ضل في بالكم، ومثل ما قلنا هي مهمة شان تعرفوا انتو أثناء تناولكم أو طريقة دراستكم يكون يعني واضحة. طيب في شيء نقوله كمان عن الطب النفسي فيما تبقى من الوقت؟ أنا ما بحب يصير في ملل أو أني المحاضرة يعني نطلع الوقت، أنا كمان بريد نحن كلياتنا نلتزم بالوقت المحاضرة.
فيما تبقى من الوقت بقدر بقولكم أني الطب النفسي يختلف عن بقية الفروع الطب أني عنا المقابلة والانترفيو أو مقابلة المريض أو استجواب المريض أو أني أخذ القصة السريرية مود الفقري بالنسبة للطب النفسي. يعني شلون هذا الكلام بدنا نشرحه؟ يعني أنا بقولكم مثلا إذا قارنا مع الأمراض العضوية، أجاني شخص عنده سعال، عنده ترفع حروري، عنده سعال منتج لقشع، عنده زلة تنفسية، عنده زيادة في عدد مرات التنفس، جيت صغيت له صدره طلع عندي خراخر خشنة أو خراخر أو وزيز أو تطاول زمان الزفير أو نفخة أنبوبية، تمام؟ طيب إيش ده شخص مرضه هذا؟ بروح بقول له روح ساوي صورة صدر. بالصورة بيّن معي بالصورة أني في عندي ارتشاحات بالساحتين الرئويتين، وهالارتشاحات كتب لي طبيب الأشعة بالإضافة للموجودات السريرية الموجودة عندي تتماشى مع ذات قصبات أورية، أو في عندي كثافة بالساحة الرئوية اليمنى بتتماشى مع ذات رئة، أو بالصورة بيّن عندي إن في انصباب سوية سائلة غازية، تمام، وإن في عندي انصباب بالجنب، تمام. فأجينا الصورة شخصت لي أو أكدت لي تشخيصي أو أكدت لي المعطيات السريرية الموجودة عندي، فأنا استعنت موضوع بالأشعة سهلت لي كتير الأمر. أو شخص مثل ما قلنا عنده ألم بطني وأقياء ضعف الشهية، ورحنا طلبنا له إيكو بطن، ولا طلع عنده مثلا طلع عنده مؤشرات بتمشي مع التهاب زائد دودي، أو عنده توسع بالجهاز المفرغ وزيادة في حجم أو تضخم في حجم الكلية، وطلع عنده التهاب حويضة وكلية بالإضافة لفحص البول بالإضافة لزرع البول وإلى آخره. طيب أنا إذا سحبت على الطب النفسي شو الفحوص المخبرية اللي بتشخص لي اكتئاب؟ شو ممكن أنا أطلب استقصاءات وتيجي تعجزز لي تشخيص أني أو تشخص لي هذا الشخص عنده اكتئاب أو عنده فصام أو عنده هلع أو عنده فوبيا؟ أو شو بدي أشخص الفوبيا أنا؟ في صورة إذا طلبت له مثلا شو الصورة بدي أطلب له إياها أو شو التحليل اللي بدي أطلب له إياه حتى يشخص عندي فوبيا أو يشخص عندي ديبرشن أو يشخص عندي انكزايتي أو جي اي دي أو يشخص عندي فصام؟ شو هي الاستقصاءات؟ في استقصاءات مخبرية أو شعاعية. صورة طبقي محوري. طيب في إذا جينا نسوي له صورة طبقي محوري مثلا بقدر بشخص والله على الصورة يا دكتور ايش طلع معي؟ والله أنا الصورة شايف فصام بهذا الكلام، سمعته بهذا الكلام. فبنشوف أني بشكل أساسي الطب النفسي يعتمد على إيش معناته التشخيص، أو بشكل أساسي يعتمد على القصة السريرية، يعتمد على الاستجواب المريض أو أخذ قصة سريرية مفصلة وشو الأعراض والعلامات الموجودة عنده، تمام، وشو القصة السريرية السابقة، القصة العائلية. فمعناتها بيعتمد بشكل أساسي على هاي المعلومات اللي عنا باخذها من المريض. فغاية بقول لك المقابلة أو الانترفيو بالطب النفسي أو تشخيص الاضطرابات النفسية بيعتمد بشكل أساسي أني أنا أجمع أكبر قدر من المعلومات. طب شلون بدي أجمع أكبر قدر من المعلومات يا حكيم؟ معناتها أنا عن طريق الكلام،
عن طريق الأسئلة. نعم أقول شو هذا الطب النفسي شغلته كله مثل ما أنه من ضمن حتى المفاهيم الخاطئة شغلتهم كله هذول جماعة الحكي جماعة الكلام. هذا السبب اللي بقولوا عن أو مفهوم الطب النفسي بقول لك هذا مو طب إنه جماعة حكة بس بحكوا. لأني يا حبيبي ما أني مثل ما حكينا أني شو عندك تشخيص أنت عم تصير كطبيب صدرية ولا طبيب داخلية بتصر لي أبو علي بعد ما تطلب كل التحاليل تجي وتقول له هذا الشخص ما هو احتشاء يسويت له تخطيط طلع من علاماته التخطيطية في عندك نقص أو انقلاب الموجتي أو تطاول البي آر أو إلى آخره طلع عندك من موجودات تخطيطية بمشي مع احتشاء. أنت صرت أبو علي على السماعة جيت شخصت احتشاء أو سويت إيكو بطن عفوا إيكو قلب أو سويت قسطرة قلبية شفت كم شريان مسكر تمام لحتى قلت عنده احتشاء أو عنده قصور قلب. فأنت استعنت بشيء كتير أو جيت مثل ما أنا طلبت صورة صدر ولا طلع عندك إيش في عنده بيّن صرت ربطت الموجودات السريرية مع الموجودات الشعاعية ولا جيت قلت له للمريض معك ذات رئة فصية أو معك انصباب جنب أو إلى آخره. طب نحن شو بين إيدينا كطب نفسي ما عنا غير هاي المقابلة ما عنا غير هذا الكلام ما عنا شلون غير أنا طريقتي معناته في جمع المعلومات أو استقصاء أكبر عدد من المعلومات أو جمع أكبر قدر من المعلومات. فلذلك بقول لك الطب النفسي شاد مدة المقابلة بقول لك لازم 45 ل60 دقيقة في العيادة. ليش هاي المدة؟ مريض الطبيب العام أو طبيب الداخلية أو طبيب الأطفال خلال 45 دقيقة أو 60 دقيقة يعني ساعة كم مريض بشوف؟ طبيبة النسائية كم مريض بشوف؟ كم مريضة بتشوف طبيبة النسائية خلال ساعة؟ طبيب الأطفال كم طفل بشوف خلال ساعة؟ طبيب الداخلية كم مريض بشوف خلال ساعة؟ شوف بجوز خلال ساعة تشوف لهي 30 مريضة. يشوف هذا طبيب الأطفال يشوف ألا شيء 10 ل15 طفل. أنا بقول لك الطب النفسي مدة المقابلة من 45 ل60 دقيقة بالعيادة إذا كان مريض عيادة. يعني ليش هالمدة الطويلة؟ لأني كل تشخيص المريض لك تحط تشخيص المريض تقيم علاقة جيدة مع المريض وتقدم المشورة للمريض والنصح للمريض والتثقيف النفسي أو سيكو إديكيشن وتقدم شرح مفصل عن الدواء اللي أنت ممكن توصفه إذا طبعا المريض بحاجة لمعالجة دوائية وتثقيف نفسي بالنسبة على الدواء وبالنسبة للأعراض وعلامات المرض وسير المرض ويا دكتور هذا المرض وبطيب وما بطيب وش قدر أخذ الدواء وهالدواء بضره ولا لا بخاف يجن على هالدواء بخاف الدواء يأذي بخاف ما بعرف إيش تمام وشو سبب المرض وليش صار ابني معه هيك وكانت ما فيها شيء وكلها من هالابن الحرام اللي جوزناها يا كل هذا بتجاوب عليه أنت خلال مع مريض واحد كله. هذا إجباري بده وقت وهذا الوقت هو مثل ما أنه ليش 45 ل60 دقيقة تمام. فهون من هي من التحديات أو الصعوبات اللي بتواجه الطب النفسي أو الأشخاص اللي بروحوا بختصوا طب نفسي. بقول لك أنا مريض واحد بدي معه ساعة أنا لو اختصاصات تانية كنت شفت 20 مريض حتى هذا الشيء كمان مثل ما قلنا بأثر حتى على الدخل المادي بالنسبة للطبيب أو الاختصاص. يعني مثل ما قلنا بين أنا طبيبة نسائية بتشوف شيء 10 مريضات ل15 مريضة ل20 مريضة ممكن يكون خلال ساعة
تمام، بينما أنت بدك تشوف مريض يطعمك الحج والناس راجعة، تمام. فهي من التحديات اللي بتصيب الطبيب، هو التحديات اللي بتواجه الطب النفسي. وبقول لك كمان مزيدكم الشعر بيت، أني أنت لا يكفي أن المقابلة تتكون على ثلاث مستويات. يعني شلون ثلاث مستويات؟ يعني أنت لازم تقابل المريض لوحده، وتقابل أهل المريض أو مرافقين المريض أو اللي جايين مع المريض مين ما كان لحالهم، تمام. وبعدين المقابلة الثالثة لازم تجمع المريض ومرافقينه بنفس الوقت. يعني المقابلة ما بكفي أنا أشوف المريض، لأني بالطب النفسي بسبب طبيعة طبعا الأمراض النفسية وغياب البصيرة في جزء كبير من المرضى أو الإنسايت، يعني المرضى خصوص المرضى الذهانيين، لك أنا ما فيني شيء، أنا ما بعاني من شيء، أنا ماني مريض، هدول هني هدول اللي برا أعدائي هن اللي جابوني أو جايبيني، ما بعرف ليه جايبيني أصلا لعندك، أنا شغلتي ما عندك، أنا شغلتي مع رب العالمين، أو أنا هذا اللي عبصيبني هو تلبس أو هو نتيجة عين صابتني، أنا ما شغلتي عندك. طيب شو بدك تاخذي من هذا المريض؟ شو الإيجابيات اللي تاخذي من هذا المريض؟ شو بدي أعرف أشخص هذا المريض إذا قابلت هذا المريض لوحده؟ إجباري بدي مصدر معلومات تاني، أو مثل ما قلنا بتسألي كل شيء لكل أسئلتك، أقول لك لا، بتقول له نومك شلون؟ لا كويس منيح، أكلك شلون؟ أو منيح، عم تعصب؟ لا دكتور مش عم عصب، لا بعصب ولا بشي، بالعكس أنا عائل آدمي حباب وإلى آخره. تجي بتسألي دخلي أهله أو مرافقينه، أنا بقول له خير بالدنيا، لا بنام ولا بخلينا ولا بخلي حدا ينام، كسر لي البيت كلياته، ضرب أبوه على رأسه عمره 75 سنة قطبوا له 10 أطاب كان قتله، كسر كل البيت من دون سبب، ما في شيء، لا حدا زيجه ولا حدا سواله شيء، ما خلى موبايل ولا خلى لابتوب ولا خلى كاسي ولا خلى صحن، معناته حكي كله بشيله تحطه مثل ما أنه وراء ظهرك للمريض، لأنه هو ما بيعترف في حاله بالأصل أنه هو مريض. فبدي مصدر معلومات تاني إجباري. فمعناته المقابلة إذا تكون بالطب النفسي، أنا ما بكفي أشوف مريض مثل الأمراض العضوية، بيجيني المريض على إجري وبيعرف إيش عم وجعه وبيعرف من إيمت مشكلته وبيعرف إيش عم صير معه وشو ما سألته، بيعطيني أجوبة دقيقة وأجوبة صحيحة، تمام، وبكتب له على الدواء، بيعرف إني ياخذ الدواء وبيعرف لو يصرف الراجيتا ويجيب لي الدواء والى اخره. بس المريض النفسي شو؟ خصوصا مثل ما قلنا بالامراض الذهانيه، هو بالاصل جايبينه 10 جايبينه لعندك، او ما جابوه لعندك الا بالالفيويه، او اني جايبين الشرطه لحتى مراجعين جابوا المريض لعندك. هذا الكلام مثل ما قلنا بالتحديات اللي بتواجه الممارسه السريريه بالطب النفسي. يعني بقول لك الطبيب النفسي أو الطب النفسي والله حلو، حلو بس عن بعد، حلو بس هو بالاسم حلو، بس نزيل على الممارسة أو خود بالممارسة في تحديات كبيرة. والله أنا بحب أصير مثلا، أنا بحب الطب النفسي، فاكرين الأطباء النفسيين منجمين، بفتحوا بالفنجان، بفتحوا بالفال، بقروا أفكارك من دون ما تحكي، ما شاء الله، تمام. لا يا حبيبي، الطب النفسي بالممارسة هو في تحديات، وتحديات كبيرة، الشيء اللي حكيناه مثل ما قلنا اني انا كطبيب نفسي ما عندي شيء بين ايدي غير القصة السريرية، ما عندي ولا شيء بين ايدي يساعدني اني لا تحليل ولا استقصاء ولا شيء مثلا يأكد لي هذا الشخص معه اكتئاب، ما في صعب، ما هو هلا، غير هيك. أنا إذا بدي أبرق مع مريض نفسي أو عنده قصة نفسية،
أنا بحاجة كوقت بدي من 45 لستين دقيقة. طيب أنا كمان من التحديات أنا ما فيني أخذ بحكي المريض كتير، لأني المريض ممكن يكون مثل ما أنا غير مستبصر، والمريض ما بيعترف إنه هو مريض بالأصل، وجايبينه غصبا عنه ومحولينه الشرطة، وجايبينه الشرطة والأمنية والسلطة القضائية أو الدفاع المدني أو بسيارة الإسعاف أو إلى آخره. المقابلة لازم تكون على ثلاث مستويات. أنا ما بكفيني المريض لحاله، بدي مصدر معلومات تاني عشان أقاطع بالمعلومات. كل هي من تحديات الممارسة في الطب النفسي. وبعدين بتحط أنت وخبرتك أنت وممارستك، تحط تشخيص تفريقي، وبتحط التشخيص الأكثر احتمالا ممكن ما توصل لتشخيص من أول جلسة. وبعدين بدك تحكي بالعلاج الدوائي فرضا إذا في علاج دوائي. وبعدين ما بكفي هذا الكلام، ما خلصت القصة، ما أعطيته الوصفة قلت له الله معك مثل راجعني بعد 10 أيام. لا، بدك تقول له يا دكتور دي قلك شو معي، أو أهله دي يقولوا يا دكتور شو معه، شو طلع معك، معه كذا، طب معه اكتئاب، معه فصام، شو هذا الفصام يا دكتور، ناس حامية، ناس حتى الناس المثقفة أو الناس بقول لك يعني أنا أول مرة بسمع بالبايبولر أو ثنائي القطب، شو ثنائي القطب يا دكتور؟ معناتها في سايكو أديكيشن، لازم تثقف المريض نفسيا شو هذا المرض. هيك هذا أعراضه وعلاماته، كأنه أنت عم تعطي محاضرة. طيب غير هيك، لأيمت شو إنذار هذا المرض؟ شلون بمشي هذا المرض؟ بنكس يا دكتور؟ شقد لأيمت بدي أضل آخذ الدواء؟ لأيمت بدي أعطي الدواء؟ من أول جلسة بقول لك لأيمت بدي أضل أعطي الدواء؟ طيب هذا الدواء مخدرات؟ هذا الدواء مهدئات؟ طيب يا دكتور شو سبب هذا المرض؟ كله هذا تجاوب عليه، لك تثقف المريض. طيب يا دكتور شو بدنا نساوي حتى يتحسن؟ بدك تقول له اني في عنا انتو في شيء اسمه معالجة داعمة، في شيء اسمه تنظيم الفعاليات والاكتيفيتي والنشاطات اليومية، ممارسة نشاط بدني منتظم، النوم تنظيم النوم والاستيقاظ، تنظيم الأكل أو عادات الأكل، كل هذا المعالج الداعم شو فيكم تدعموه، شو فيكم تعاملوا معه. كل هذا الحكي دي انحكى بهاي الجلسة أو بهاي المعاينة اللي لمريض واحد انت لسه بتعطى معه. يعني أذكركم فترة من شغلة يومين بالعيادة، أجاني هي مريضة، بس المريضة مع جوزها، وقال له للممرض اللي عندي أني أنا بدي أحكي مع الدكتورة ما أدخل المريضة، أفهمه في شغلات ما بقدر بحكيها قدام المريضة. تمام، وعنا هذا الشيء نحن بالطب النفسي، شيء مهم كمان، يعني في شغلات ما بتدري انت تحكي فيه قدام، يعني هي زوجته ممكن مساوي شيء كثير او ما تقدر ان انت تحكي قدامه او بالعكس. تمام، دخل جوزها لعندي وبرك حكى، يعني هو بس لسه ما شفت المريض انا، حكالي ويا دكتور بدي أحكي لك من الأول أو بدي أحكي لك عشان تفهم، يعني تفهم القصة بشكل مظبوط. المهم ضل عندي بيريك تقريبا شي 3-4 ساعة، هو هذا المريض جوزة للمريضة الساعة هو عم يحكي لي، والشغلة اللي ما دي يحكيها قدام زوجته كانت شو، أني هي زوجته أثناء الحالة المرضية اللي بتنتابها رايحة عم تحكي مع ابن عمه. طبعا هي شو اسمها، هي عندها شباب، يعني عندها ابن الكبير عمره 25 سنة، يعني إلا شوي ناني، وعب تحكي مع مين على الموبايل، شايفة ابنها عب تحكي على الموبايل مع ابن عمه، وهو يعني هن قرايبين، هو اخذ بنت عمه، هي عب تحكي مع ابن عمه، في عندها ابن عمه طبيب، عم تحكي معه على الهاتف وتقول له، عم تحكي معه غزل تقول له انا بحبك وانا
كتير معجبة فيك، وأنا يعني لو ما يأخذ جوزي أخذتك، وكل عيلة في قلب بعضها. يعني هذا أخذ بنت عمه، وهي اللي عم تحكي عن الموبايل، شافة ابنه مع ابن عمهم الثاني وعم تحكي معه هذا الكلام. يعني الحيلة في بعضها بتصير، صارت شوربة، يعني شربك إلى أول ما لآخر. قال لي يا دكتور ابني أجى عندي، وابني كتير معصب وكتير هيك يعني حزنان، وأجى قال لي إني يا يوب أمي عم تحكي مع ابن عمنا وعم تحكي معه بهذا الكلام، وإني ما قالوا له وما واجهوه وما بروح فيه. طلع هو إني عقلهم شوي كبير، يعني إني شوي إني درسين ومثقفين، قالوا ليكون هذا الشيء إني عنده حالة نفسية ونحن ما بنعرف، أو عنده شيء أكيد ما هي سلوكه، يعني ما هو هذا سلوك طبيعي. تمام. فهذا هو بعد ما حكى لي ساعة، بعدين أنا بدي أرجع، قلت له طيب دخل لي المريضة، دخل لي أشوفها لست الحسن. دخلت عمرها 40 سنة وأنا لشوي ناني، وده أخذ مع القصة مرة تانية وأستجبه مرة تانية. المهم هي مريضة واحدة أو استشارة طبية واحدة طولت معي 1.5 ساعة، وكان مثل ما قلنا أنا ما في إجباري بدي أشوفه لحاله، لأن في خصوصية طبعا من الأمور الأساسية في الطب النفسي، وهي تضل في تضل حلقة بإذنكم، إن هي السرية السكرت. يعني شو السرية؟ يعني بدك تفهموا المريض ومرافقين المريض إن كل المعلومات اللي بتنحكى ما بتطلع برا الغرفة، أو هاي المعلومات ممكن إذا مثل ما قلنا المعلومات ممكن يكون جوزة ما بيعرف، إن هي ممكن تحكي شيء جوزة ما بيعرف، أو مثل ما قلنا العكس، ممكن زوجة هو بيعرف معلومات أو بيعرف عنا معلومات بس هي ما بتعرف، تمام، إن هو بيعرف وا 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 إلى آخره. فهذا أمر أن السرية التامة أمر مهم جدا، ولازم حتى لو ما المريض أو مرافقينه حكوا بهذا الكلام، لازم نحن اللي خصوص الأطباء النفسيين أو العاملين في المجال النفسي نأكد على السرية. يعني شو نأكد على السرية؟ يعني ممكن الاسم اللي بيعطيك يا المريض يكون مو اسمه الحقيقي، نحن ما عندنا مشكلة، ممكن يعطيك اسم مستعار، أو هو شخصية مثلا معروفة في المجتمع، أو له مكان اجتماعي، أو ممكن يكون طبيب بيشتغل معك في المجال نفسه أو في مجال الصحة أو إلى آخره. إني ما بعرف عن حاله إني هو طبيب، أو ما بتعرف حاله إن هي قابلة، أو إني مثل ما قلنا ممكن هذا موضوع المعلومات أو الأشخاص ما بعرفون مثل ما قلنا باسمه الحقيقي، حفاظا على مثلا إني أنا ما بدي يعرف إني أو اسمي الحقيقي، بيعطيك اسم مستعار أو بقول لك أبو فلان. تمام. فنحن ما عندنا مشكلة، نحن السرية شغلة كتير أساسية بالأمراض النفسية وبالقصة السريرية وبالاستجواب، ولازم نأكد عليها حتى المريض يكسب ثقة أو يكسب ثقتك ويقدر يحكي، يقدر يعبر. بينما بيجينا مرضى اللي عندهم إدمان، أو هن بتعاطوا، أو هن ممكن يتاجروا، أو إذا عرف أن هاي المعلومات ما هي سرية وأنت تروح تخبر عنه، أو أنت تعرفه مدمن تروح تحكي مع الأمنية أو تروح تخبر عنه أن هذا حشاش أو تفضحه، في عمره ما بيجي بحكي لك، في عمره ما بحكي. موضوع السرية والتأكيد على السرية أمر مهم جدا في التعاطي مع الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية. أمر السرية أمر يعني منتهي الحديث فيه، ولازم حتى لو ما المريض سأل أني أنت أثناء المقابلة أو بعد التعريف بالنفس والتأكيد، تم التأكيد على سرية المعلومات اللي ممكن أني أدور أو يدلي فيها المريض أو يحكي فيها يحكي عنه المريض.
تمام. أنا هيك كون خلصنا اللي شي بدي أحكيه بهي المحاضرة تقريبا أو النقاط اللي بدي أحكيها خلصت بالنسبة لي، والوقت تقريبا نحن صرنا تجاوزنا حتى الوقت. إذا في عندكم أي سؤال أو مداخلة أو تعليق على الشيء اللي حكيناه، هلا راح أحكي أنا مع آسيا المحاضرة، يعني هاي المحاضرة احنا كفينا المحاضرة الأولى وأخذنا شوي من المحاضرة الثانية اللي هي للدكتور يوسف لطيفي اللي فيها شوي فحص الحالة العقلية، هي المحاضرة الثانية اللي طبعا في نقاط كثير غنية بالمحاضرة الثانية، وهي يعني نحن عم نحكي هلنا، يعني انتو مثل ما قلنا نحن عم نحكي على التأسيس، والتأسيس دائما يكون صعب وخصوصي في مجال كثير واسع مثل الاضطرابات النفسية، ونحن عم نحكي على أكثر من محور وفي حكي كثير، أو مثل ما قلنا التأسيس كله ببقى صعب شوي قبل ما نمشي بالأمور، بصير نحكي بشغلات محددة، يعني مثلا بصير في عنا محاضرات عن اضطرابات المزاج، محاضرة عن الوسواس، محاضرة عن القلق، بصير الأمور يعني بصير نوعية أكثر، وكون خلصنا مرحلة التأسيس اللي هي الصعبة. فالمحاضرة هي اللي حكينا جزء منها هي فحص الحالة العقلية للدكتور يوسف لطيفي، تبعتكم إياها تطلعوا عليها، هي المحاضرة الثانية اللي فيها لسه ممكن تستحبي المحاضرة الثانية معنا يعني جلسة ثانية عشان نكفي، لأن فيها نقاط كتير مهمة لهي المحاضرة فحص الحالة العقلية، وهي مثل ما قلنا تأسيسية. أي سؤال أو مداخلة أو تعليق على الشيء اللي حكينا اليوم؟ طيب إذا ما في شيء نلتقي إن شاء الله إن شاء الله بنلتقي يعني يوم الأحد القادم أونلاين، لأن الأسبوع القادم لسه ما رتبت أموري لوجودي فيزيائي بيناتكم على نفس الموعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام.